السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. اليوم بدنا نركب شبك للغنم أو صيرة مثل ما يقولون أهل المنطقة هين شمال سوريا. صيرة، نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. جبنا شبك طوله 21 متر وعرضه متر ونص، اللهم صل على محمد. وجبنا صياخ سماكة 20 ميلي وطول مترين مشان لما ندقهن يعني بالأرض يعني يظل زيادة فوق الشبك. طبعا مثل ما انتم شايفين اخذناهن على الحداد، نبلناهن وظبطناهن 100%. سماكه 20 ميلي. الصلاه والسلام على رسول الله. درج الان بدنا نفرد الشبك. اي نعم، اول شيء نفرده مشان نعرف ايش قد مقاسه يا شباب، ايش قد طوله، ونكيل الارض على اساسه مشان ما يعذبنا بالتركيب. اي نعم، هاي بعد ما فردنا على طوله 21 متر بعرض متر ونص. نرجعه ندرجه من جديد، ما ظلنا شغل بليه ما نركبه صياخ، بعدين نرجع نركبه على صياخ. والآن بدأ العمل بين الصيخ والصيخ مترين بالضبط، وها نحن ندق الصياخ بمكانها. إنه أبو عذال يدق بشكل قوي ومستقيم وسريع، مهد 10 كيلوات، 100 جنة يعني، 100 جنة ويا 100 جنة. وهي صياخ جاهزة، وابو عذال يهبط. ما شاء الله اخي ما شاء الله، هذا عبنه عزاب يهبط. بس الان الاستراحة، كاسة شاي. نعم، احسن شيء كاسة شاي، احسن شيء الاستراحة، انا احب الاستراحة. خمس كاسات شاي الخمس عمال. الان بعد ما ركبنا الشبك يا شباب فردناه، قام نركب الشبك على صياخ ونثبته بالتربيط. يعني هاي الطريقة يا شباب للي ما يعرف، مشان الشبك ينكرب يكون مضبوط كرب مو مرتخي ويتلهوج وحي الله شي يلعب بيه. نقرصه، انا هسه قام نشتغل احنا بعصاية كريك، نقرص الشبك نجره بالطريقة هاي. شوف شلون، شوف بالطريقة هاي يعني تشده ويزبط معاك بالطريقة هاي بشكل مضبوط. نقرصه ونشده. اي نعم، اخونا ابو عذال ما شاء الله ما قصر معنا، ساعدنا والله. شوف الطريقة، طريقة القرص مشان تشد. شوف 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 مظبوط. على راسي والله يا ابو عذال، على راسي على راسي، الله يجزيك الخير. عذال اسم نخوة مو سوالف. اي نعم، اي نعم. ونربطه مشان ما يسترخي الشبك. طبعا الصيخ طوله مترين والشبك طوله متر ونص. والان الاغنام تخرج الى مربطها لتستمتع بالشبك. اي نعم، يعتبر هذا سياحه بالنسبه للاغنام، مثل كانك اخذها على البحر. طبعا لسه ما زبطنا لسه قلب الشبك، بدنا ننظف نشيل البلوك نشيل الحطب هذا، ولكن يعني جهد المقل. المهم اشتركوا بالقناه ولا تنسون الاشتراك، واشتركوا النوم، فعلوا زر الجرس. هذا الشبك بعد ان انتهينا منه، ارتفاعه متر ونص، مش هذا الحصيني اذا يركب جناحين ما يمشي حاله. اي نعم، والصيخ طوله مترين، دقيناه تقريبا 30-40 سم. وها هي الاغنام سعيدة بهذا الشبك الجديد وتشعر بالفرح والمرح. الصلاة والسلام على رسول الله. انشروا لنا رابط الفيديو يا شباب وتابعونا، نغطي لكم الاسواق بشكل يومي. ان شاء الله تعجبكم فيديوهاتنا وقناتنا، مفيدة تقدم معلومات. هاي النجدية الحلوة، النجدية الثنية، النجدية. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله، إنها لقطة تذكارية لأسرة سعيدة. نعم، إنهم يصورون لقطة تذكارية أخيرة من المصيف، والآن يرجعون إلى أماكنهم الطبيعية. رجعت الغنم، طبعا حطينا لها الوجبة، طلعنا على الشبك حطينا لها الوجبة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها الشفاء لكل عبد مسلم. حاطلها انخال على الحل. نعم، انخال كويس للغنم يا شباب، بس تعودت عليه الغنم مع الوقت تصير تستفيد منه، لأنه قشر حنطة يعني بروتين وجيد وأسعاره رخيصة. اي نعم، الصلاة والسلام على رسول الله. طبعا اللي بده يربط يسمن الخال، بدك ما يكفي الخال،
لكن اللي عنده غنم تربية بس حط نخال بس. اي نعم، عادة احنا نحط تبن ونخال، لكن اليوم هيك يعني بما انه الغنم راجعة من المصيف لازم يعني تتغذى، حط لها نخال بس. الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ما شاء الله تبارك الله. طبعا دائما عند رؤية الشيء الذي يعجب القول الصحيح أن تقول ما شاء الله تبارك الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم، شوفوا هذا الفيديو إن شاء الله يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.